قبل اي حاجة يا جماعة، احب اعرفكم ان لو حد عايز ارض بهات، احنا بنبيع ارض بهات باسعار معقولة، ضمان كويس تمام، على جروب تقنية 4K تمام، وبنعمل تفعيل قنوات وبنبيع قنوات مفعلة دخل باسعار كويسة جدا وبضمان، والناس اللي اتعاملت معانا معلقة الحمد لله اهي تمام، كل دول اتعاملوا معانا، وحضرتك برضو لما تتعامل معانا وتجربنا برضو هنطلب منك تعلق تعليق ايجابي تمام. ندخل بقى في الشرح على طول يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم السيد نعيم من قناة 4K تقنية. النهاردة ان شاء الله فيديو سريع كده، وهو تكملة لدرس طريقة ربح من 20 الى 50 دولار كل يوم حسب شغلك. طبعا اللي شاف الفيديو دوت والفيديو اللي قبله عرف احنا هنشتغل بطريقة ايه، ودلوقتي جه دور ان احنا نركب الاعلانات. وبالمرة في سكريبتات انا كنت ضايفها في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن انا عدلت فيها بحيث تكون افضل واحسن وتتقبل بسرعة في المواقع اللي هي بديل ادسنس. دلوقتي اللي انا هشرحه هيرسى على اي شركة بديل لادسنس. المواقع اللي انا شغال عليها موقع اختصار روابط، طبعا انت هيجي لك سكريبت فيه كلمتين كده بس، وبعد كده بتحط اعلان فوق هنا واعلان تحت سكيب ادز، او فوق سكيب ادز، او ممكن فوق وتحتيه على طول، واعلان في الاخر. هنشوف هنركب الاعلانات ازاي تمام. ده سكريبت سريع كده انا عملته بحيث اشرح عليه. والموقع التاني اللي هو موقع البرامج، عملت نموذج بس بسرعة كده عشان تمام عشان نركب الاعلانات عليه. طبعا النموذج دوت فاضي اهو لسه مش عليه اعلانات. اول حاجة يا جماعة هاخد الرابط طبعا بتاع مدونتي او موقعي، واطلع على شركة اد كاش مثلا، وفي اد سيرتا، وفي طبعا يا جماعة بدايل جوجل ادسنس كتير جدا، في شركة اي ادز، وفي شركة بلوبرر ادز، وفي شركة اد كاش، شركات كتير جدا. فاللي هيرسى على شركة النهاردة هيرسى على معظم الشركات. الموقع ده يا جماعة اللي هو اي ادز انا اشتغلت عليه كتير، موقع بصراحة كويس، هو بتدفع بعملة البيتكوين انت بعد كده بتحولها. شركة اد كاش انا مش هقول لك تسجل ازاي، لان ده انا شرحه في فيديوهات قبل كده، او الطريقة سهلة ان انت تسجل، بتدخل بياناتك الاسم والايميل ورقم التليفون والعنوان، كلام ده كلام سهل تمام. هنا هنحط رابط الموقع بتاعنا، هو هنا مدينا HTTPS، انت هتيجي هنا كده هتشيله، هو مديلك لغاية علامة سلاش، فانت هتشيل ده كله، وبعد كده هتيجي هنا تختار اونر اللي هو المالك او المدير، وبعد كده ايه هتيجي هنا تختار ان انت شغال مثلا في الكمبيوتر، في الحاجات الخاصة بالكمبيوتر بالتقنية، اي حاجة انت عايز تختارها. اللو ادولت دي عشان ما يبقاش اعلانات فيها حرمانيه، فما بتعلمش عليها، بتسيبها زي ما هي كده تمام، وبتضغط على سبميت تمام. هنا بيديك الكود اللي هو الميتا تاج دوت، كود التاكد، بتاخده من هنا كده كوبي تمام، وبترجع للموقع تاني هنا اللي هو فول بروجرام، هتيجي على المظهر تخصيص دي، هتنزل تحت كده شويه تعديل HTML تمام، اكواد الميتا هيت، كل دي اكواد الميتا تاج، او هو هنا تحت الهيد، يعني عايز تحطه تحت الهيد على طول ماشي، مع اكواد الميتا تاج ماشي، انا على طول بحطه مع اكواد الميتا تاج. لو ما عندكش الاكواد دي ممكن تحطه مع تحت الهيد على طول، تحت وسم الهيد تمام. كده حطيت الكود، بعمل هنا حفظ، لاحظ معايا جرى المعالجة، تم التحديث تمام كده زي الفل. برجع تاني بقول له في ريفاي عشان يتاكد ان الموقع ده تبعك انت. هنا كومبليت، دي الداشبورد بقى بتاع الموقع بتاعك انت. بعد كده بتيجي على زون ماي زون او كرييت نيو زون، بتعمل كرييت نيو زون. هنا بقول لك اختار الموقع اللي انت عايز تعمل له اعلان، بختار الموقع اللي انا حطيته، وباجي هنا كده اضغط على مانوال، وبعد كده بقول لك اختار الاعلان اللي انت عايزه، دايركت لينك ولا بوب اندر ولا اوتو، هو بيظبط نفسه اوتوماتيك. لا انا بختار البانر، ودي مقاسات البانر زيها زي جوجل ادسنس بالظبط، لو ضغطت هنا هيعلم هنا، لو ضغطت انا هنا هيعلم هنا، فحسب الاختيار هو بيتعلم. انا بختار مثلا المقاس دوت، بحطه في الايه في راس الصفحه كده، وبقول له سيف، بيديني الكود بتاعه، باجي اخده كده كوبي، وبرجع تاني للموقع، باجي على التنسيق، هنا الهيدر تمام، وهنا الاد بوتوم هيدر، باجي هنا كده بفتح الاعلان دوت، انا بس عشان عامله انجليزي الرابط كله انجليزي يعني، باجي احط الاعلان هنا كده واقول له حفظ تمام. تعال نشوف كده، طبعا الاعلان ما بيشتغلش على طول يا جماعه، ممكن يقعد 10 دقايق لغايه ما يظهر. نيجي هنا تاني بقول له دن، وباجي هنا ادت زون تاني مانوال بانر، بقول له هات كمان مقاس صغير اللي هو 250 دوت، او 300 في 250 عادي برده، وبقول له سيف، باخد الكود وباجي هنا اركبه في الاعلانات
في العمود الجانبي او تحت في الفوتر. تمام، طيب ده كده اعلانات شركة. ممكن احط اعلانات شركة تانية عادي جدا. تمام، ازاي؟ باجي على ايه ادس مثلا واقول له هنا ايرن، بقول له انا عايزك، بقول له عايز تكسب منين، من الريفرال ولا من الاد يونت اللي هو الاعلان؟ بقول له اعلان، بقول لي طيب حط اختار الاعلان بتاعك، بقول له مثلا عايزه 300 في 250 او 250 في 250، بختار المقاسات الثابته اللي هنا. تمام، وباجي هنا بقول له رابط الموقع اللي هيشتغل عليه اهو. تمام، وباجي هنا كده طبعا اعلانات الادلت والحاجات دي ما بلعبش فيها، بقول له هنا كده احذفها لي. تمام، اللي فوق هي اللي مسموح بيها اعلانات الجيمنج واعلانات الربحيه بقى والشركات والكلام ده، لكن دول اللي هو الاباحيه والكلام ده كله طبعا ما بلعبش فيه. وبقول له ايام نوت روبوت كرييت اد يونت، بيديني هنا الاعلان، باجي اخده كله كوبي. تمام، وبرجع تاني للموقع، بحطه مثلا هنا كده في العمود الجانبي. تمام، وممكن احط واحد تحت في الهيدر او في الفوتر. تمام، وممكن اجي هنا كمان اخد الموقع دوت، اخد الاعلان بتاع شركة اتكاش، احط واحد كمان تحت كده. تمام، طبعا القالب دوت هتلاقوه باللغة العربية عندكم. تمام، فهتيجي تعمل ايه بقى؟ تيجي تاخد مثلا الاعلان اللي انت حطيته فوق في المنيو في الهيدر، اسف. تمام كده كله كوبي، وبتيجي هنا كده بتقول له حط لي اعلانات في وسط المقالات بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي، حط لي اعلان هنا وحط لي اعلان هنا. في اعلان بقى اللي هو النيتف بار، النيتف بار ده زي اعلانات ذات صله. هتيجي هنا كده تعمل ايديت كل دوت، طبعا ممكن ما تلاقوش عندك او هتمسحه. تمام، انا عايز اجيب اعلانات ذات صله، ده اجيبه منين؟ هتقول له اد زون، وهنا هتقول له مانوال، وتيجي هنا على النيتف، اعلانات النيتف. هقول لك ازاي. انت بتيجي مثلا تفتح مواقع بتلاقي مثلا ايه احدث المقالات، يعجبك هذا الموضوع، هتشوف دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي. هنا كده لو ضغطت سيتنج، تمام، ده الشكل بتاعه، بيقول لك تريندنج ارتكل، يعني مقالات شائعه، حاجات زي كده، بتلاقي المقالات بالترتيب ده كده. ممكن تعمل تلاقي صف تالت حسب ما انت عايز، يعني هنا مثلا صفين. تمام، وهنا اربع مقالات. تمام، لا انا عايز مثلا دول تلات صفوف، بقوا تلات صفوف. تمام، ودول بقى اربع مقالات، لا عايزهم تلاتة، يبقى تلاتة فوق وتلاتة تحت كده، عايزهم بالطريقة دي. تمام، طيب تمام كده، بقول له سيف. هنا هيقول لي خد الشفرة بقى بتاعتك انت. تمام، باجي هنا على ماي زوم، النيتف دوت جنبيه كلمة كود، باجي اقول له هات الكود، باجي اخد الجزء اللي فوق ده كوبي. تمام، برجع تاني بحط كده ايه تحت، وانزل سطر واحد، ارجع تاني اجي اخد كل ده كوبي. تمام، وارجع تاني احطه هنا كده. تمام، واقول له حفظ. تمام، عايز اشوف الموقع، افتحه في نافذة كده متخفية. تمام، ادي الاعلانات ظهرت معايا. تمام، وفي اعلان هنا في الجنب هيظهر عشان لسه معمول، طبعا مش هيظهر على طول. وادي الاعلانات التانية، ومفروض في اعلان هنا. تمام، طيب انا لو فتحت موضوع كده، طبعا الزائر هيدخل على موضوع، هيلاقي اعلان هنا، اعلان هنا، وفي اعلان في الجنب. وده كله لو انا بشتغل بقى برامج او تطبيقات، هيفيدني جدا جدا جدا، وهحصل على نقرات، يعني مش عايز اقول لك النقرة بتوصل ل 30 سنت و 40 سنت، لانها يعتبر عرض سي بي اي وتنفذ. تمام، طيب بنزل تحت شوية بلاقي اعلانات هنا كده، بلاقي اعلانات تحت الداونلود، يعني كلمة داونلود اهي. تمام، ممكن الاقي تحتيها بدل ما هي الصورة دي كده، ممكن الاقي داونلود زي كده برضو. تمام، ممكن انا اشيل صورة داونلود واكتب ايه داونلود، واحط سهم، السهم ده بيشاور على الصورة اللي تحت او على الاعلان اللي تحت، الاعلان ده ممكن يكون داونلود. تمام، طيب دي كده المقالات ذات صلة اللي جوه الموقع. اعلانات النيتف بقى يا جماعه بتظهر تحتيها على طول. تمام، بس هي طبعا عشان لسه معموله مش اتفعلت لسه، بتقعد 10 دقايق وبتظهر لك بالطريقه برضو اللي هي زي المواضيع دي بالظبط. تمام، بل بتظهر فوقيها كمان، يعني الاولويه ليها هي. تمام، يا رب تكون الفكره وصلت. تمام، انا لو ضغطت بقى داونلود بروح لموقع الشورت لينك بتاعي، طيب ده مش عليه موضوع. تمام، وانا كمان شارح ان انت تركب في سكريبت، انا شارحه في الفيديو اللي فات، ان انت تركب صفحه تحويل، يعني بدل ما تروح على موقع الشرطة على طول، لا هتلاقي صفحه فتحت معاك، عدت معاك 10 ثواني، وبعدها ايه الذهاب الى الرابط او الذهاب الى التطبيق، بيفتح لك موقع اختصار الروابط اللي انت عامله بنفسك. تمام،
طيب عايز اركب اعلاناتي هنا، حلو جدا، باخد رابط الموقع الرئيسي، تمام كده، باجي اقفل ده كله وبروح على الشركة الاعلانية، ايا كانت الشركة يا جماعة، ايا كانت الشركة، تمام، وبقول له هنا كده سيتنج ويب سايتس، وباجي هنا بقول له ويب سايتس، تمام جدا، باجي هنا على اد ويب سايتس، هنا بتديني اتش تي تي بي اس فبشيلها، بقول له شيلها لي، تمام، وهنا بختار الاونر، ممكن تختارها اربيتراج بس هي اونر بتتقبل على طول، وهنا كده بتختار ان انت بتشتغل برضو كمبيوتر والكترون. طبعا اتفقنا ما نعلمش على اي حاجة فيها كلمة ادول عشان ما يبقاش حرام علينا، تمام، وبعد كده بقول له سبمايتس، بيديني كود الميتا تاج عادي جدا، برجع تاني بروح لموقع الشورتس واحطه زي ما احنا حطينا الكود التاني، بقول له هنا المظهر، باجي هنا كده اقول له تعديل، طبعا الكود دوت يعني ممكن يلخبطك شوية، انت هتيجي هنا كده فوق اكواد الميتا تاج دي وتحط الكود بتاعك وتقول له حفظ، تمام جدا، تيجي هنا كده وتقول له في ريفاي، قال لك خلاص انت كده ايه اكدت الدومين بتاعك، تمام. عايز انا اعمل ايه بقى؟ احط الاعلانات، باجي على الزون واقول له كرييت نيو زون، تمام، هنا بيقول لي اختار الويب سايت، بقول له الموقع بتاعه اهو الشورت لينك دوت، وبقول له مانوال، بنزل تحت خالص اختار البانر، طبعا هشتغل اكتر حاجه على 728، تمام، وبقول له سيف، نفس الحوار يا جماعه، باخد الكود برجع تاني للمدونة بتاعتي، تمام، الشورت لينك دي اللي هي شكلها بيبقى عامل كده، انا مزود فيها كلام بحيث ان ايه تتقبل على طول، ولسه كنت عايز اظبط كمان فقرات وكده بحيث تبقى صفحة زي لاندنج بيج كده، صفحة كبيرة مليانة كلام ومليانة مواضيع، تمام، وبتبقى مقبولة في الشركات. طيب خلينا نحط الاعلانات، باجي على التنسيق. طيب في حاجة يا جماعة يعني بتظهر لبعض الناس، ودي بتبقى مشكلة مش في المدونة دي بس، في المدونات كلها، ممكن واحد يلاقي ايه اللوجو والمنيو والادز هما اللي ظاهرين، باقي المدونة من تحت مش موجودة بالشكل ده كده يا جماعة، يعني شوفوا انا جبت لكم الشكل، يعني المدونة موجودة اهي، تمام، بس مش موجودة. طب انا مثلا لو جيت عملت كده زومت المدونة مش باينة برضو، طب اعمل ايه؟ هتيجي حضرتك هتبقى مفعل حاجة اسمها اد بلوك، تمام، اللي هو منع الاعلانات، بتقفلها كده لانه بيعتبر الشفرة دي شفرة اعلانية، تمام، او كلمة ادز كلمة اعلانية، فبهو وظيفته ان هو يقفل الاعلانات، باجي اقفلها واقول له ريفرش. دي مشكلة الله اعلم ظهرت لحد ولا لا، بس انا قلت اقولها لكم ربما تظهر لحد، تمام، انزل تحت الاقي باقي المدونة ظهر معايا. طيب حط اعلاناتك بقى، احط واحد كده، تمام، حفظ، واجي هنا احط حفظ كده، حطيت اعلانين والتالت، تمام، يبقى انا حاطط تلات اعلانات في الصفحة من شركة واحدة، تمام، وباجي هنا اقول له دن، حلو الكلام، حلو الكلام. طيب ممكن اجي هنا على اي ادز واقول له عايز اكسب من اعلان، هيقول لي حط الموقع بتاعك، هقول له الموقع بتاعي اهو، تمام، ارجع له تاني حط الموقع، وبرضو اعلان 728 في 90، اتفقنا ان احنا مش هنلعب في حاجة هنا، ايام نوت روبوت كرييت اد نيو اد يونت، وبعد كده باخد الاعلان نفس الكلام، هنا كده بقول له اضافة اداة واحط الايه الاعلان. طيب في حاجة بقى هسيبها لكم اسفل الفيديو، هو كود بسيط جدا هيوصل معاك الاعلان بدل ما يظهر في الجنب او هنا او هنا، تمام، الا وهو كود توصيل الاعلان، سكريبت خفيف جدا هسيبه لك، تمام، هتيجي تاخد كده الاعلان، تمام، وتيجي تحطه في الايه في المدونة بتاعتك، باجي هنا كده واقول له باست، واقول له هنا كده ضيف اعلان ليا باست، وهنا كمان ضيف لي اعلان. طيب انا كده وصلت اعلان وما وصلتش الاولاني، طيب انا عايز اشوفه على كده على الوضع ده، الاعلان ده ظهر كده يعتبر في النص شويه، انما ده في الجنب، طب انزل شويه، ده في ظاهر في النص اهو، وده في الجنب، وده في الجنب، وده في النص، تمام، الاعلان بتاع اي ادز بيظهر كده في الاول، ما بيظهرش صور الا بعد شويه، بعد ربع ساعه نص ساعه، تمام، يبدا يظهر صور وكلام واعلانات تانيه. طيب عشان توصل الاعلانات دي موضوع بسيط جدا، هترجع تاني تاخد كود الاعلان كده سيلكت اول كات، وبتيجي على سكريبت التعديل، ماشي، بتقول له باست، ماشي، وبترجع تاخد ايه الكلام كله كوبي وتحطه تاني من اول وجديد حفظ، وتيجي هنا كده حفظ، تمام، كده الاعلانات اشتغلت يا جماعه. وممكن تحط اعلانات اكتر في وسط الكلمات، يعني في وسط الكلام نفسه، تمام، يعني انت مثلا عامل المظهر، تعال نشوف تاني،
طيب شايفين يا جماعة الإعلان ده اتوسطن برضو، واللي فوق بقى متوسطن، بدل ما هو كان في الجنب لا بقى في الوسط اهو، تمام وهكذا. تمام، وبكده الشرح يكون خلص يا جماعة. إن شاء الله بنعمل كورس يوتيوب كامل، إزاي تجيب مواضيع، إزاي تمنتجها، إزاي تشتغل عليها، إزاي تعمل قناة بالطريقة الصحيحة، ولغاية ما تقبض أول دفعة من أدسنس. الكورس ده هيبقى متعوب عليه جدا جدا. تمام، إن شاء الله قريب جدا هننزل أول درس ليه. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس.